أهلا وسهلا فيكم عن جديد، وأهلا وسهلا فيكم متابعي برنامج معكم في رمضان بحلقة جديدة من برنامجكم. يسعد صباحكم وأوقاتكم، بداية أسبوع جديد إن شاء الله يا رب تكون صيامكم مقبول وأفطاركم بإذن الله تعالى شهي. الله يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم بساعتنا حيكون في عنا العديد من الفقرات المنوعة والمميزة، ضيوف مميزين، قصص نجاح معبرة بمجال الغذاء والحلويات ومواضيع أخرى أكيد بإذن الله تعالى سنحكي عنها أكيد بإذن الله ونتناقشها على مدار ساعة كاملة من الوقت. أما هلأ فخلوني رحب بضيفنا الراقي جدا والمميز جدا، وهو الأستاذ علاء خميس، مدير حلويات أو شركة السلطان العالمية في تركيا. يسعد صباحك أستاذ علاء، أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيكم، رمضان كريم. نعم، تبقى ألف خير والله يتقبل طاعة الجميع إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. أستاذ علاء، بالبداية شركة السلطان العالمية ما شاء الله عالمية، منتشرة في عدة أماكن من العالم. بداية حابين نعرف المشاهدين المستمعين، كل مين عم يحضرنا هلأ، شو هي شركة السلطان؟ ماذا تقدم؟ أين بدأ أول فرع لها؟ متى تأسست بشكل عام؟ نعم، الله يسلمكم إن شاء الله، وشكرا لكم مرة ثانية، وكل عام وانتم بألف خير. هلا الحقيقة بالنسبة لشركة السلطان، الحمد لله مثل ما تفضلتي يعني فاتت بطور العالمية. تأسست من حوالي 3 عقود تقريبا، قوام الآن من حيث الكادر كموظفين وإداريين وما إلى هنالك تجاوز 500 موظف ما شاء الله، متواجدة بثلاث معامل في الشرق الأوسط. المعامل هي كلها الحمد لله تنتج الباءة كاملة من الحلويات، نسخة طب الأصل يعني عن إن كان إذا بدي أقول الفرع الشام، نسخة عن اللي موجود بدبي والإمارات أو بإسطنبول وتركيا. المعامل كلها عم تصدر الحمد لله. شركة السلطان الآن متواجدة بما منتجات السلطان متواجدة بما يزيد عن 50 دولة حول العالم الحمد لله. التصدير قائم، البيع الأونلاين يعني إذا طلب علبة حلو نص كيلو لجنوب بالبرازيل توصل يعني خلال يعني ماكسيموم 72 ساعة. الحمد لله بالمسيرة اللي انطلقنا فيها حصدنا العديد من الجوائز على مستوى الجودة، على مستوى الجودة الإدارية، على مستوى الجودة الإنتاجية، على يعني على كافة الصعد. دخلنا موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حوالي 11 سنة ما شاء الله، بإنجاز أكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الحلويات الشرقية، وزنها 12 طن، طولها 110 متر. هذا كان بأي فرع؟ بوقت كنا بالشام. حلو. تماما، يعني العلبة موجودة طبعا على اليوتيوب، طولها 110 متر. كذلك حصلنا على جائزة أفضل مذاق في العالم طبعا، وهي إلى تفاصيلها ويعني دهاليزة كما يقال، إلى معاييرها العالية من حيث الشكل والمضمون والطعمة والريحة والطعم بيقولوا له افتر تيست والقصص. فالحمد لله على مستوى شهادات الجودة، على مستوى التصدير، على مستوى خليني أقول المنتجات وباقة المنتجات، فريق تطوير كامل للجودة، إدارة واحدة لهذه المجموعة الحمد لله. يعني الآن طبعاً نحن بالنسبة لنا بتركيا مؤخراً حوالي 2 وشوي ما شاء الله. هو صراحة بالفعل أنا جاي أدخل بسياق بقلب من صميم وقلب الحدث، ونحن بمدينة اسطنبول لنتحدث عن شركة السلطان بتركيا أو شركة السلطان بإسطنبول. تحدثنا أكثر عنها، هلأ عم تقول هي حديثة تعتبر. نعم. 2 سنين كيف كان الإنجاز؟ كيف كان أصداء هذا التواجد؟ نعم. كم فروع، كم فرع للسلطان موجود حاليا بتركيا أو بإسطنبول بشكل خاص؟ هلأ نحن بتركيا متواجدين ما صرنا زمان 2 و4 شهور الحمد لله، ولكن لما افتتح أول فرع للسلطان في تركيا في إسطنبول في الفاتح تحديدا، شعرنا وكأنه صارنا 10 سنين بتركيا بفضل الله. كان في إقبال طيب وجيد بعد الحمد لله. يعني طبعا لا شك في معوقات، في صعوبات عديدة، ولكن الحمد لله قدرنا مع الفريق المتكامل يعني اللي بينسق بين بعضه بشكل جيد، قدرنا يعني نتجاوز هي العديد من الخطوات ونحصل نسبة عالية من القبول.
لا شك انه اي عمل في اوقات بيكون في نقاط ضعف في ولكن بصراحة أرى أنه النجاح أنه يتجاوز الواحد هاي النقاط ويحاول دائما أنه يتجاوزها. فنحن حوالي سنتين وشوي فتحنا فرع الفاتح، من حوالي 8 أو 9 شهور فتحنا الفرع الثاني بمنطقة باشاك شهير، كمان الحمد لله كان في إقبال طيب وكان افتتاح موفق. طيب أستاذ علاء، لو بدنا نحكي عن الفرع هو بحد ذاته، فرع اسطنبول أو فرع اسطنبول سواء كان بمنطقة الفاتح أو بباشاك شهير، المضمون هدول الفروع هل هو مقتصر فقط على الحلويات؟ من هم الذين يتم الإقبال من قبلهم، من قبل الزبائن؟ الجنسيات المعينة اللي عم يتم الإقبال عليها، نوعية الحلويات اللي عم يتم أكثر طلبا إذا فينا نحكي بشكل عام؟ هلا نحن بدنا نطلع عن سياق رمضان. هلا الفرع الموجود بتركيا هو نسخة طبق الأصل عن أول فرع كان في الشام أو في الإمارات، فهو بينتج الألباء كاملة من الحلويات الشرقية والحلويات الأشاطي بنسميها أو اليومية وما إلى هنالك، من الطبخ والموائد والولائم، يعني مطبخ شرقي متميز الحمد لله على مستوى عالي، من المنتجات التي نتميز بها إجمالا مثل المنتجات الخالية من السكر، منتجات المحلاة بالعسل، منتجات الحلويات الصحية، هالقصص هي. فلما منشوف منزور فرعنا بدبي بأبو ظبي بشام نرى أنه في نسخة أيضا موجودة موحدة، نعم موحدة تماما. هلأ بالنسبة للمنتج الجنسيات أو الناس المشترين، يعني إذا بدي أقول بقدر أقول أنه الحمد لله في العديد من الجنسيات، الأتراك لهم حضور الحمد لله، طالما في نقاط، يعني بصراحة هي ثقافة الحلويات هي ثقافة بيتقاطع فيها كل شعوب الأرض. صحيح. التميز عم يكون بقى مثلا لما في شيء في ثقافة عامة صارت إنه السكر الخفيف الكل يقبل على السكر الخفيف. بالضبط. الكل يقبل على الشيء فعلا اللذيذ، اللذة يعني كمان يعني طيب. نعم يعني المذاق الطيب واللذيذ كل الناس بتفهمه حقيقة. فنحن عم نقدم المنتج هذا بهالطابع هذا بهالقالب هذا بحيث انه يعني نكسب المزيد من الشرائح، وبالاخير هي القصه دائما ما موضوع انه مزيد الشرائح مزيد من المبيعات بقدر ما هي متعه في نعم يعني الشعور بالمتعه بالانجاز وما الى هنالك. نعم ما شاء الله، هذا كان واضح صراحه. نحن وقت اثناء ما قمنا بتصوير برنامج على مائدة السلطان يلي يعني بإذن الله تعالى حيكون له أول بث وأول عرض إن شاء الله بكرة إن شاء الله بتمام الساعة 9:30 بإذن الله، وأكيد حيتم عرضه وإعادة بثه على طوال النهار طوال اليوم. أستاذ علاء، بدنا نحكي عن هذا البرنامج، برنامج على مائدة السلطان يلي سجلنا منه عدة حلقات، وبإذن الله مثل ما خبرنا المشاهدين حيتم عرضه ونشوف هدول الحلقات بقمة الشوق والمتعة، لأنه بالفعل نحن استمتعنا أثناء التقديم. لكن ما بعرف إذا بنقدر نروح لنشوف لقطات وكواليس من برنامج على مائدة السلطان، وبنرجع أكيد بإذن الله تعالى لنتابع متابعينا. نحن أمام باقة منوعة وجميلة من الحلويات اليوم، حلويات الرمضانية المشهورة بشهر رمضان. دائما أستاذ علاء بيكون في زيادة طلب على أنواع معينة من الحلويات، يعني كلنا بنعرف أنه الأشخاص بفضلوا نوع معين من الحلويات. هي بركز على كلمة موائد حقيقة، لأن احنا الحمد لله بنقدم الموائد كباكج كاملة يعني، والحمد لله من زمان مثل ما ذكرت يعني من وقت ما انطلقنا كحلويات فهي خطين متوازيين. بالله يطفي لنا البرادات معنا. طيب استاذ علاء، صراحه نحن صرنا قدام بسطه حلويات العيد، ما شاء الله روائح رائعه، اشكال والوان وتصنيف اكثر من رائع. لو نبلش نخبر المشاهدين المتابعين كل مين عم يشوفنا هلا شو هدول الحلويات، نبلش نعرف كل اسم من اسماء هدول الحلويات. الحقيقه بالنسبه للحلويات او ثقافه الحلويات ارتبطت وين ما كان حول الأرض بالمناسبات، كل مناسبة
معينة إلى حلوياتها المرتبطة فيها حقيقة. غريبة كعكة العيد، بيقولوا لك كعكة العيد، في لا غريبة بالفستق كمان، تختلف التسميات حسب المناطق. فهي نعم لما بنشوف شكل معين أو نوع معين من أنواع الحلويات فوراً من رده للمناسبة، وهي المناسبة المقبلين عليها العيد أكيد مرتبط فيها العديد من الحلويات. يبرق كمان. نحن طبعاً متابعينا هون ما حطينا لكم كل اللقطات، لأنه بالفعل كانت لقطات مؤثرة للغاية شاعرية وجذابة. الموضوع المضمون، الروائح اللي كانت عم تهف أثناء التقديم، يعني نتمنى لو ناكل نشكل الصفرة مثل ما بيقولوا، ناكل كل هالحلويات. بس طبعاً رمضان كان وصعوبة أنه يعني عم نصبر ونصبر حالنا لبعد الإفطار. أستاذ علاء، حابين نحكي عن هذا البرنامج، برنامج على مائدة السلطان اللي بإذن الله مثل ما خبرنا رح ينعرض بكرة الساعة 9:30 أول حلقة منه. نحكي شوي عنه، شو عملنا فيه، شو كانت أهم الحلقات اللي ركزنا عليها بإذن الله تعالى. أول شيء أنا بتوجه بالشكر فعلا لحضرتك وللأخ عمر والفريق كامل، يعني اللي فعلا كان يوم رمضاني مميز بوجودكم. الله يسلمك. بحب نوه على قصة أنه المنتجات اللي تم عرضها حقيقة هي المنتجات نفسها اللي منشتغلها دائما. جميل. يعني ستاندرد ما تختلف نهائيا، يعني ما يفكروا المشاهدين انه والله نحن بالغنا بالموضوع وانما عرضنا شيء اضافي. لا، منتجنا هذا هو. نعم هذا هو المنتج، بيظهر بهي الطريقه بنفس العيارات بنفس المنظر. ولعل دائما نرى انه عم يتحسن. طبعا برد بقول انه والله اخي ممكن يكون في عندي دي نقطه بملاحظه معينه او بيتم تداركها بالاخير هذا اكل، يعني وهذا صحيح. الاكل دائما يصنع بطريقه يدويه، يعني ما هي مكنات. البرنامج كان جميل ماتع، تكلمنا عن او الخطه كانت تتكلم عن الحلويات الرمضانيه، عن اجواء رمضان وما الى هنالك، عن حلويات، عن الحلويات المميزه اللي بتميز فيها حلويات السلطان، عن حلويات العيد وكيف التحضير لحلويات العيد راح يكون، كذلك الطبخ تماماً. والموائد اللي المأكولات الشرقية اللي كانت مو طبيعي شو رهيبة تماماً. فهي الأكلات هي كمان بباقتها الواسعة، طبعاً ما تم حصر كل شيء بالحلقة لضيق الوقت، أكيد كان لأنه الوقت بيكون ضيق. صحيح. في يعني إن كان لإلكم وإن كان لإلنا والشباب بالصالة، يعني امتد البرنامج يمكن أوقات التصوير 5 ساعات. صحيح. بيفوت زبون أثناء التصوير تماماً. يفوت زبون أو كذا ونقطع ونضطر لنرجع. أخونا عمر ما في إلا وقف وعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإجمالا يعني هنا عبارة أظن عن 4 حلقات. نعم. 4 حلقات بيتحدثوا عن هي التفاصيل بشكل بسيط جدا وواقعي جدا، ونحن أكيد مننسر بأي استفسار أي اتصال يعني ليسألنا عن هي التفاصيل اللي تم. نعم صحيح. نحن أستاذ علاء رح نتابع بالموضوع ونرجع نحكي أكثر ونتعمق بموضوع برنامج على مائدة السلطان، لكن صار الوقت لنطلع متابعينا فاصل قصير وبنرجع بعده أكيد لنتابع. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل
خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مني ومولادي أشكو راجو وأخوادي، من يوم ولدنا وانتي معنا مهما الدنيا غربتنا، انتي رفيقة عمري ودربي. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. عودة عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، واليوم نحن باستضافتنا الأستاذ علاء خميس مدير شركة السلطان العالمية في تركيا. بدي أرجع أرحب فيك أستاذ علاء. الله يسلمكم ومبارك فيكم. الله يسلمك يا رب. أستاذ علاء، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن تعليق عن كواليس برنامج على مائدة السلطان يلي حينعرض بإذن الله بأول بس بكرة الساعة 9:30 أو بأول عرض. بأحد الحلقات كنا عم نحكي عن موضوع مهم للغاية ويمكن ما بيخطر على بال كثير من الأشخاص، أنه الطريقة يلي بيتم فيها تزيين هالحلويات بشكل جذاب يعني بيلفت نظر العين، حتى المستحضرات اللي انتم بتجيبوها، الادوات التغليف اللي عم تجيبوها، يعني استمتعنا بالفعل بهي الحلقه. اذا بدك نعقب شوي عليها نعطيها شوي حق. تمام. والله هو اجماع، هلا في مثل بيقولوا دائما العين بتاكل يعني حقيقه. واذا كان الحلويات الحلو او الاكل او كذا طيب وممتاز والسمن مميز ومواد اوليه درجه اولى ولكن ما عرضت بالطريقه الجيده، وهذا بينطبق على كل شيء حقيقه، ما عرضت بالطريقة الجيدة فرح يعني ما رح نلاقي الإقبال المناسب. فهي سلسلة لازم يتم يعني الإحاطة فيها من بدايتها لنهايتها، ونهايتها هي بصراحة الإخراج الجيد. صحيح. نحن بنحاول دائما ومنركز على إخراج وتقديم هذا الطبق
بشكل كتير مميز. فاللي عم يعبي بصراحة لازم يكون فنان حقيقة يعني. يا عين على هالكلمة. الفريق التعبئة، فريق التعبئة بيتجاوز الحوالي يعني حوالي 20 شخص. ما شاء الله. التعبئة خلينا نقول المكتب الخلفي اللي بتعبي العلب وهالقصص هاي، هاد الفريق كلهم لازم يتصفوا بيتقاطعوا بهي الصفة. حلو. لأن القطعة اللي عم تنصف مع القطعة الثانية وما إلى هم يحطوا الجاطات مثلاً، عندنا جاطات من القش والخشب والخزران وهالقصص هاي. شفنا هذا الشيء. تماماً. هي الجاطات في إلى ناس، في إلى طلابة يعني مثل ما بيقولوا، في العلب الخشبية، الخشب الجوز مع الصدف الطبيعي والمزيك وما إلى هنالك. كمان هي إلى طلابة، في ناس يعني بيحبوا يعني يطلبوا هيك فقط يعني. في مثلا العلب المخملية، علبة المخمل نحن عمرها بالسلطان والحمد لله نحن متفردين فيها بالنسبة لهذا الموضوع. بتجاوز 15 سنة علبة المخمل بقياساتها. العلب الكبيرة، العلب الكبيرة الحمد لله نحن الحمد لله كشركة سلطان كتير أبدعنا فيها، ومنها العلبة الكبرى في العالم اللي أنتجناها. تمام. علب المتر، عنا علب المتر وعلب المتر ونص وعلب المترين وهالقصص هي للمناسبات. أرقام كبيرة يعني فعلا. فهي الإجمال إجمالا هذا الإخراج إله مين يتخصص فيه، وحتى الحلويات الأشاطي وصف النهش وتزويق المغشوشة وتنقيشة الغريبة ورشة الفستق على الوجه، هي كلها بتتطلب إبداع. هي كلها جزء من كل حياة. نعم نعم. نحن ما حنحرق الحلقات أكثر من هيك، احترقوا ولا حول ولا قوة يعني. بس شو بكون تعملوا أكيد يعني رح تتشوقوا بالصراحة تشوفوا أكثر متابعين تفاصيل هالحلقات بإذن الله تعالى. خلينا ننتقل لموضوع تاني وهو جو رمضان. هلا نحن بلشنا بسبعة أيام سبحان الدايم، وشوي تاني بيقول لك متى مع الشر الشهر وبلش رمضان يمضى الله يجعله مقبول. أجواء رمضان هلأ بحلويات السلطان أو بشركة السلطان بشكل عام، أنا شفت يعني خلية نحل بشكل كامل سواء من حيث الزبائن أو من حيث الكادر يعني. نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هلأ بالنسبة للجو الداخلي إذا بدي أقوله، أنا هون فعلا بتوجه لكل واحد بفريق السلطان لقله سلمت يداك يعني. حقيقة فريق العمل فريق طيب متماسك متفاني في العمل. هي الحلويات إجمالا لو بيلتقى لمكانات لأنهكت المكانات، لو التقى لمكانات لكثير من الناس استبدلوا ودخلوا المكانات بس لإراحة اليد العاملة يعني وما إلى هنالك. هلا قطعة الشلبلبل يدوية يعني بالأخير يعني، وطلعك بنلاقي عم يتم إنتاج 10,000 مثلا قطعة الشلبلبل، كل وحدة بكل قطعة بقطعتها. المبرومة كذلك الموضوع. هذا بيتطلب جهد، بيتطلب حقيقة جهد وتركيز. تماما. لأن لما يعني لما اليد تصل تصل لمستوى المنتجات اليدوية تصل لمستوى الستاندرد، معناها كتير تجاوزنا مراحل يعني. الإيد معناها خلاص الإيد ما كان صارت. تماما. وهذا بالأيام العادية، فما بالك بأيام رمضان اللي هي أيام ضغط. والحقيقة اللي بتطلع منلاقي يتطلب من كل واحد منا أنه يضاعف جهوده ويضاعف دوامه ويضاعف عطائه، وهذا كلام فعلا واقع. وهذا الجهد مشكور يعني من قبل لهؤلاء الشباب جميعا، من الكادر جميع يعني. نعم. الكادر الإداري والكادر التواصل يعني. مثلا التواصل بيجي مئات وآلاف المكالمات يعني. فريق التواصل اللي هو بيتجاوز ال 12 شخص ما شاء الله. جميل. يعني دائما على، وبتعرفي اوقات بيجي ملاحظات بدنا نتدارك هي ملاحظات. فريق الجوده فريق الجوده اللي بيمر على كل قطعه من القطع او منتج من المنتجات. الان حقيقه نحن عم تتضارب يعني، بيصير عندنا في تداخل بالادوار برمضان يعني. رمضان شهر عباده حقيقه، وبالنسبه للحلويات شهر عباده وشهر عمل حقيقه. تماما. فالشباب يعني من السحور مثلا للصلاه للعمل وبسحبه وحده بالبيت اصلا كمان يعني. هي حتى اصلا في عنده مسؤوليات بالبيت، فبتلاقي عنده كل هالتداخل. بالضبط. والضغط بالضبط. يعني الضغط حقيقه يعني. فبتلاقي عم يشتغل 12 و13 و14 ساعه. بتلاقي شباب بيقول لك والله في ضغط، انا معلش رح اشتغل كمان ساعتين اضافيات لل 16 ساعه. حقيقه يعني امبارح صدقا احد الشباب قال اخي خلاص انا رح ابقى لبعد الفطور بس لمشي هالكم صنف المطلوبين ان شاء الله. حسب فهذا الضغط. يدل على الحمد لله على تفاعل وتفاني. وبالاخير الاسم يبنى بهي الطريقه حقيقه. تماماً. الجو الرمضاني عم نشوفه كثير من الزبائن
هلي أوقات بيصبروا علينا يعني ومشكورين يعني زبائننا بصراحة بيتميزوا بالخلق العالي والتفهم. ضغط كبير، ضغط توصيل، ضغط تواصل، ضغط إنتاج، والحمد لله يعني عم تكون الأمور الحمد لله إخراجها بشكل طيب وجيد. ما شاء الله. أنا شفت يعني بصراحة مثل ما قلت يعني الكل عم يكمل بعضه، الكل عم يساعد بعض بالمركز، بتلاقي الكل عم يتابع من حيث الزبائن، من حيث الطلبات، يعني التفاني بالعمل ما شاء الله شيء واضح. طيب إذا بدنا نحكي عن المأكولات هالحلويات الطيبة، أكثر شيء طلب عم يكون عليه برمضان هلا شو؟ هلا في حلويات رمضانية اسمها حلويات رمضانية. هلا الغريبة القشطة على فكرة كانت رمضانية بعدين امتدت للعام يعني. إلا أن يزداد الطلب عليها برمضان بشكل كبير، يعني يزداد للعشرة 15 ضعف. المغشوشة بالقشطة رمضانية بامتياز صارت على مدار العام، ولكن بقي طابعها رمضاني. نهش رمضان، نهش رمضان يعني هو مضاف إليه، ملزوقين ببعض حقيقة هيك يعني. فنهش رمضان يعني ما زبط إلى الآن أنه يطلع بغير رمضان حقيقة يعني. ما بتلاقي بغير رمضان، نهش رمضان مرتبط برمضان. الوردات بالقشطة والوربات بالقشطة كمان يزداد الطلب عليها لأضعاف برمضان. إجمالا بيزيد الطلب على الحلويات، ولكن هي الحلويات الأشاطي إجمالا، الأشاطي يعني عفوا على التخصيص، يزداد الطلب عليها بشكل واضح تماما وملحوظ. حلو. مثلا الكلاج بالقشطة، الراحة بالقشطة، هي قصص رمضانية يعني بيتم الإقبال عليها بشكل كتير بشكل واضح. نعم. وما شاء الله أكيد مثل ما قلت يعني حتى اللي بده إياها بشكل أخف سكر، هذا كله وضحناه أصلا إجمالا كل الحلويات خفيفة سكر. جميلة. نعم. طيب هلأ نحن إذا بدنا نحاول نحكي عن التحديات يلي بيمر فيها السلطان وشركة السلطان والمشاريع المستقبلية للسلطان، بس قبل شيء خلينا نحكي عن التحديات، المعوقات، الصعوبات، سواء كان من حيث الإدارة أو الموظفين، مرقنا عليها شوي بس نتعمق فيها أكثر. هلأ التحديات أكيد بتكون بكل عمل، ولكن بيختلف تركيزها، بتكون مثقلة أوقات. نعم، خاصة بأوقات معينة. حقيقة هيك يعني. هلأ بقدر أقول نحن بالنسبة لهون بتركيا بالذات يعني في معوقات على مستوى الفرد، على مستوى الفرد من أفراد العمل. نعم. على مستوى العمل ككل، على مستوى فريق العمل، على مستوى الشركة، وفي المعوقات الطبيعية. أنا لما بروح لأي بلد بدي أفهم قوانينها وترتيباتها وضرائبها وإجراءاتها الإدارية والقانونية، ضروري جدا، وهي بقى هامة جدا، تحتاج حقيقة لمتخصصين إدراكها بشكل، وتحتاج لمرحلة، لمدة زمنية ليدركها الشخص بشكل جيد. نعم صحيح. في معوقات أو صعوبات على مستوى الأفراد، بتعرفوا يعني هون موضوع اللغة هذا تحدي يتقاطع الجميع يعني عند الجميع. ولكن إذا بيفوت على العمل يعني للشخص نفسه ممكن كمان يعاني من البعد، بتعرفوا بوقتنا هلأ لعل أهله بالشام، أهله بحلب، بإدلب، بحمص، وهو موجود هون أصلا الأجواء العائلية سنوات. هي يعني بتجلب رمضان. تمام، يعني رمضان هو جو عائلي بامتياز. تماماً. يعني العائلة في رمضان. صحيح. هي بده برنامج لازم. هي والله بده حلقة. يعني في شيء اسمه العائلة في رمضان يعني. فحقيقة كتير منا بيفتقد هي الأجواء، فهي هي بحد ذاتها هي صعوبات ومعوقات نفسية بيواجهها. يعني في معوقات اجتماعية ونفسية بصراحة بيواجهها مثل ما على عدة مستويات، ولكن بيتم إدارتها بشكل حقيقي من قبل المعنيين والمختصين. تماما. طيب إذا ننتقل للجانب الثاني وهو المشاريع المستقبلية للسلطان، نحكي شوي شو في شيء جديد عند شركة السلطان. والله هو دائما نطمح للجديد. كادر، الكادر بفضل الله بيتقاطع بشيء اسمه مادة الإبداع. فالكل يبدع والكل يطرح والكل يشارك بهي القصة اللي هي الإبداع، وإبداع ما هو جديد. من البداية بحلويات الخالية من السكر إلى الآن يعني، والآن النحت على الحلويات ما شاء الله. نتميز به ونتفرد به بحلويات السلطان الحمد لله، والآن إن شاء الله في مقبلين على فروع جديدة. نعم. قريب إن شاء الله. ما شاء الله. أكيد هاي المفاجآت بإذن الله حنكون معها أول بأول. حصريا لمسك أكيد بإذن الله تعالى حيكون في لها دلال من طابع آخر. أنا بالختام بدي أشكرك أستاذ علاء خميس مدير شركة السلطان العالمية بتركيا. شكرا جزيلا لك على هذا الاستضافة. شكرا لكم. الله يبارك فيكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. الله يسلمك. متابعينا، هاي كانت فقرتنا اليوم مع الأستاذ علاء وبرنامج جديد، ترقبوا بإذن الله تعالى على مائدة السلطان. هلا صار الوقت لنطلع لفاصل دقت الساعة وبنرجع بعده لنتابع، خليكم معنا.
الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. Mm-hmm.
عم تحلى حياكم ربي وبياكم أهلا بالكل ويا سلام انتو مية هالبستان فيكم ورق غصن الباب عصفورك يا مسكي غني معكم أحلى يا خلاب نحنا زرعنا وانتو سقيتوا فتح زغرك يا رمان أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الثانية من برنامج معكم في رمضان برنامجنا وبفقرتنا الثانية دائما بيسلط الضوء على مواضيع مهتمة ومتعلقة بالجوانب النفسية والاجتماعية سواء المتعلقة بالأسرة بالطفل على الصعيد الشخصي كيف بيكون تجليات شهر رمضان المبارك على هذه الجوانب وكيف بتتأثر بنتأثر فيها نحن أو حتى بتتأثر هي بشهر رمضان وبتفاصيل أخرى أيضا بإذن الله تعالى رح يكون معنا اليوم موضوعنا مهم للغاية وهي الطقوس الرمضانية الجديدة التي بدأت تظهر على بحياتنا اليومية وبحياتنا بشهر رمضان المبارك بشكل خاص وخاصة في ظل انتشار جائحة ووباء كورونا وفيروس كورونا اللهم سلم للجميع والله يعافي كل المرضى. أستاذة ندى الفوال أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة رح تكون معنا. يسعد لي صباحك أستاذة ندى أهلا وسهلا فيكي. أستاذة ندى عم تسمعيني؟ أستاذة ندى أهلا وسهلا فيكي. تمام لبين ما تجهز طبعا الأستاذة ندى بإذن الله تعالى رح يكون في عنا عدة مواضيع رح نتناقش مع الأستاذة ندى ونستوضح رأيها بهدول الجوانب وخاصة مثل ما ذكرنا المتعلقة بالعادات الاجتماعية الجديدة ذكرنا في بداية شهر رمضان المبارك وبحلقتنا الأولى من شهر رمضان المبارك حكينا عن العادات الاجتماعية يلي نحن متعودين عليها أنه تكون موجودة بشهر رمضان بشهر رمضان أما هلا فرح نحكي عن الطقوس الرمضانية الجديدة أستاذة ندى صارت معنا جاهزة يسعد لي صباحك أستاذة ندى كل عام وأنتي بألف خير أستاذة ندى عم تسمعيني لمن ما أكيد يزبط الاتصال مع الأستاذة ندى بإذن الله مثل ما خبرتكم رح نحكي عن هدول المواضيع فكتار من الأشخاص بعد ما عرضنا الحلقة الأولى من الموضوع المتعلق بالعادات الاجتماعية التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك والطقوس خبرونا أنه لا صارت الطقوس تغيرت يعني الطقوس ما لها هي نفسها اللي كنا نحن نمارسها قبل 20 سنة أو كنا نعيشها قبل 20 أو حتى قبل 15 سنة مع أهالينا ومع الجو العائلي اللي كان موجود وخاصة في ظل ليس فقط انتشار وباء كورونا وإنما وجود العديد من الأشخاص الذين تغربوا وطلعوا وتركوا أهاليهم وعايشين لحالهم ببلاد الغربة وبلاد الهجرة واللجوء بكل الأحوال لبين ما يكون اتصالنا جاهز مع الأستاذ ندى رح نطلع لفاصل إعلاني قصير وبنرجع أكيد متابعينا لنحكي بحلقتنا عن العادات الاجتماعية الجديدة خليكم معنا
نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مني ومولادي أشكر أجو أخوادي مني ومولدنا وأنتي معنا مهما الدنيا غربتنا أنتي رفيقة عمري ودربي
أهلا وسهلا فيكم عن جديد. رح نبلش مباشرة مع الأستاذة ندى اللي صارت جاهزة معنا عبر الهواء. الأستاذة ندى الفوال أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة. كل عام وانت بخير أستاذة ندى. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير تلفزيون مسك وجميع المشاهدين والمستمعين. إن شاء الله رمضانكم مبارك وينعاد عليكم الصحة والسلامة يا رب. الله يسلمك يا رب أستاذة ندى. بالبداية كنا عم نمهد لفقرتنا وعم نقول إنه في عادات اجتماعية بالفعل تغيرت عن العادات اللي كنا متعودين نمارسها ونعيش طقوسها بشهر رمضان المبارك. قبل انتشار وباء كورونا أصلاً بلشت هالعادات تتغير، نحكي شوي شو سبب هذا التغير وليش عم نلاحظ هيك تغيرات مفاجئة بالعادات؟ الحقيقة كل شيء بالحياة تغير، يعني أسلوب حياتنا اليومية تغير، يعني فيك تقولي التكنولوجيا ودخولها لحياتنا بشكل كتير أساسي أصبح أيضاً له تأثير كتير كبير، فأصبح تغير الحياة كتير مرتبط بالمظاهر الاجتماعية بشكل كتير قوي. نعم. سابقاً يمكن كانت العادات الاجتماعية برمضان بتركز أكثر على الجوهر، مثلاً لمة العيلة، يجتمعوا مع بعض، الأثر النفسي والاجتماعي اللي بيعود من اجتماعهم على مائدة الإفطار مثلاً، مشاركتهم بالصلوات الجماعية وخاصة لما بيكون في أطفال بالعائلة فبيستمتعوا أنهم يعلموهم مثلا الصلوات أو المشاركة بصلوات التراويح إلى أوز ذهاب إلى الجامع وغيره. هالأشياء أصبحت الآن شوي متغيرة لأنه أصبح الأهم من العمل نفسه هو توثيقه وتصويره ومشاركته للناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أدى بشكل كتير كبير لتغير هاي العادات وأصبحت كتير بتركز على الظاهر وابتعدت عن الجوهر بشكل كتير كبير. وفيك تقولي يمكن نسبة قليلة من الناس اللي لا زالت محافظة على الجوهر وقلما تشارك طقوسها وعباداتها واحتفالها بشهر رمضان المبارك، يعني بدون مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، دول كلها قليلة ونادرة أصبحت من الناس، وهذا اللي أعطى رمضان وطقوسه طابع ومظهر اجتماعي أكثر ما هو طقوس روحانية يعني تركز على الجوهر. نعم. طيب أستاذة ندى، هلا هذا الحكي يعني مزبوط بالفعل فينا نقول آخر ربما آخر 10 سنين المرحلة اللي شهدت فيها انتقالات لعديد من الأشخاص تركهم لأهليهم لبلادهم، ربما بالفعل بلشت هي الطقوس كمان تكون مرتبطة تغيرها بتغير هي العوامل، تغير انتقال الأشخاص إلى بيئات اجتماعية جديدة. لكن إذا بدنا نحكي بموضوع في ظل انتشار جائحة كورونا ووباء كورونا، كمان في طقوس جديدة بلشنا بشهر رمضان المبارك نعيشها، وأقل أنه الجماعات اللي كنا متعودين على الإفطار تكون موجودة، الجماعات العائلية هي بلشت تصير ممنوعة أصلاً. صحيح. مع الأسف كورونا غير حياتنا كليا، يعني تفاصيل حياتنا اليومية أيضا تغيرت. فعلا كل شيء له طابع اجتماعي، والمشاركة فيك تقولي برمضان، العزائم الرمضانية، الاجتماعات الرمضانية، الصلوات بالجوامع، كلها أصبحت غير متاحة بشهر رمضان المبارك، وهذا اللي فيك تقولي أبعدنا شوي عن الطقوس الرمضانية اللي بنعملها بالعادة واللي فعلا بتكون لها أثر كتير كبير على العائلة والعائلات المسلمة بشكل عام. ويمكن مثل ما ذكرتي أيضا نحن كسوريين صرنا يعني أعداد كبيرة جدا خارج سوريا وأعداد كبيرة تماما. أصلا بظروف الحرب أصبحت يعني ما في عائلة، يعني بتلاقي ممكن شباب لحالهم أو عائلة بعيدة عن العائلة الكبرى، الجد والجدة والخالات والعمات، فهي فكرة أنهم ينعزموا ويعزموا ويشاركوا ويتشاركوا بموائد رمضان حتى بالعبادات رمضان أصبحت كتير صعبة. ففيك تقولي السمة الاجتماعية لشهر رمضان المبارك مع هاي الظروف أصبحت غير موجودة، وإن وجدت بظروف كورونا أيضا منعتها، يعني إن وجدت بالناس اللي لسه موجود أقارب حواليهم ولسه محافظين على العادات، ظروف كورونا والقوانين الحجر والحظر والمنع أصبحت أفرغت هاي السمة هذا رمضان من سمته الاجتماعية، وأصبح يعني عبادات إذا وجدت طبعا عبادات فقط، يعني ما في أي سمة اجتماعية أو مشاركة اجتماعية ما بين المسلمين بشكل عام.
نعم أستاذة ندى، الكثير من الأشخاص بيقولوا أنه شهر رمضان المبارك في بعض المناطق أو ببعض البيئات أو ببعض الجماعات إذا فينا نحكي والعائلات تم إفراغه من مضمونه وتم تركيز على فقط الزينة وربما التصوير السفر وهدول التفاصيل اللي أصلا هن يعني شكليات ورموز وليست في صلب طقس رمضان الروحاني والتقرب من الله والعبادات. تفسيرك بهذا السياق؟ مثل ما ذكرت بداية يعني وجود وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا بشكل كتير كبير أخذ حيز كبير من اهتمامنا، فأصبحنا أي شيء نوصفه يعني بعيدا عن شهر رمضان المبارك أصبحوا الناس بيشاركوا عطلاتهم سفراتهم موائدهم تفاصيل حياتهم اليومية بيشاركوها مع الناس على من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فما بالك ونحن جايين على شهر فضيل فيه له كتير خصوصية كبيرة، فأصبح التركيز على أنه هي فرصة حتى نشارك أيضا أشياء من نوع مختلف بهذا الشهر المبارك. وبالتالي فعلا صار التركيز على موائد رمضان وتصويرها، على شو اشترينا وشو عملنا وتصويره تماماً. وبالتالي أصبح رمضان عبارة عن صور ومتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا فعلا أفرغ شهر رمضان من محتوى. يعني إحنا قلما نلاقي الآن حدا عم يركز على الروحانيات بشهر رمضان المبارك، يعني هي الأشياء لا يمكن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي لا تأخذ حيز أو تركيز كتير من الناس لأنه لا يمكن مشاركتها. الحقيقة شهر رمضان المبارك هو فرصة للجلوس مع النفس لإعادة صياغة الحياة بطريقة جيدة، فرصة لنعلم أطفالنا ونعزز عندهم التربية العقدية اللي هي كتير مهمة بمراحل الطفولة الأولى، إنه يشاركونا الصلوات والعبادات والطقوس الرمضانية وشعائر رمضان شهر رمضان المبارك. هذا شيء كتير مهم لكن أصبح الاهتمام فيه بعيد قليلا عن اهتمام الناس وأصبح تركيزهم أكثر على المظاهر التي يمكن مشاركتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف. نعم طيب أستاذة ندى، ما فينا نقول نحن مثلا أنه هدول الأشخاص اللي بالأساس عم يركزوا على هدول الجوانب يعني ناخدوا من جانب أو منظور إيجابي أنه هن بالأصل عم يحاولوا يخلقوا جو عائلي جديد في ظل بعدهم عن أهليهم لربما النقص اللي عم يصير وخاصة هلأ إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، فينا نشوفهم من جانب إيجابي؟ فينا نشوفه من جانب إيجابي. مثل ما ذكرتي في نقطة مهمة إنه نحن سابقا كان في عنا شيء اسمه مسحر رمضان وحكواتي رمضان تماماً. وهي الأشياء اللي لها علاقة بخصوصية هذا الشهر وهي فيها نوع من المتعة وتضاف على هذا الشهر وبتعطيه حتى بالنسبة للصغار، خلينا نحكي بشكل خاص الكبار بيستمتعوا فيه فما بالك الصغار، يعني فهذا الشيء ما عاد موجود ولمات العائلة ما عادت موجودة، فلابد من التعويض بطريقة أخرى حتى تعطي يعني خلينا نقول خبرة إيجابية أو معنى إيجابي أو ممتع خلينا نقول إلى حد ما لهذا الشهر الفضيل، خاصة مثل ما ذكرتي مثلا بدول أوروبا ما في أي جو خاص بشهر رمضان المبارك، فإذا ما هن ابتدعوا واخترعوا أجواء عائلية وخاصة بالبيت خاصة بشهر رمضان، فكيف بدهم يبنوا عند الطفل أو يعرفوه بخصوصية هذا الشهر أو يشعروا أنه هون في يعني هذا الوقت من العام منعيش جو مختلف عن باقي شهور السنة ليس فقط في العبادات وأيضا بالطقوس اللي بتترك أثر طيب عند الأطفال عند العائلة بشكل عام. هذا أمر كتير مهم وفعلا له أثر إيجابي، لكن المبالغة فيه من ناحية التصوير والمشاركة أنا أعتقد أنه هي بتروح لجانب يعني تأخذ جانب سلبي خلينا نقول، وبصير الموضوع تركيز على المظهر وليس على الجوهر. نعم. في نقطة مهمة يعني يمكن شفنا هلا وشاهدنا كتير في ظاهرة جديدة وهي الزينة الرمضانية، أعتقد أنه هي كمان تحمل يعني سلاح ذو حدين، هي مظهر لكن في الأماكن أو في الناس اللي عايشين ببيئة ما فيها بيئة إسلامية ما فيها جو إسلامي ما في خصوصية لشهر رمضان المبارك. نعم. فيعني الزينة مهما كانت بسيطة الطفل رح يفرح فيها ورح يحس إنه فعلا رمضان هو مثل العيد هو شيء مختلف. فرصة عم تكون فرصة تماماً لأنه ما في أي أجواء خارجية، لكن في أعتقد بالبلدان اللي أصلاً هي فيها جو إسلامي المبالغة بهذا الأمر قد تكون لها أثر سلبي وتترك عند الطفل فيك تقولي صورة عن شهر رمضان على أنه هو طقوس ومظاهر فقط لا غير ويعني فاقد للمحتوى وفاقد للخصوصية من الناحية الروحانية والعبادات. نعم ما شاء الله أستاذة ندى بالفعل حوار شيق وبإذن الله تعالى حيكون
لنا لقاءات جديدة وكثيرة حول هذه المواضيع ونتعمق أكثر ببحر العادات وأيضا الطقوس الرمضانية على مدار شهر رمضان المبارك. أنا بالختام بدي أشكرك أستاذة ندى الفوال، أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات الجميلة. شكرا لكم ورمضانكم مبارك، صيام مقبول بإذن الله تعالى. الله يسلمك يا رب، أمين، الله يسمع منك. متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج معكم في رمضان بجوانب الصحية والتغطية اللي كانت مع الأستاذ علاء خميس مدير شركة حلويات السلطان في تركيا، وأيضا فقرتنا الاجتماعية وتوضيحات من الأستاذ ندى الفوال. بإذن الله تعالى لقاءنا حيتجدد بكرة بنفس التوقيت. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء. بالهم بنطلب رزقتنا والأمل بيرسم خطوتنا وحياتنا أفراح وسعادة حب وراحة بال وإرادة ونخلي الأيامنا معنا مسك الفرحة اللي بتجمعنا. طبيب بلس برعاية تطبيق الطبيب، استشارات طبية عن بعد 0552-800-055. طبيب بلس. بسبب منظرها الأخاذ ولونها البنفسجي